الألم مدرسة. مدرسة ليه؟ كلكم بدون استثناء جربتوا الوقت الصعب بيخلينا نصلي غصب عننا، وغالبا بنصلي عدل، بنصلي بحرارة. يعني لما تكون الدنيا سهلة بنصلي واحنا بنتاوب، بنصلي واحنا سرحانين، بنكروت الصلاة. لكن عندك مصيبة هتصلي، وهتصلي جامد. طب ما دي اول درس، اول فايدة، ربنا كان عاوزك تصلي من بدري. فالألم مدرسة في الصلاة، نعتبرها سنة اولى في الألم صلاة وصوم، سنة تانية في الألم توبة وتغيير. مش لازم تقعد سنتين تتعذب، لكن انا اقصد ايه، اي تجربة زي مدرسة بتطلع منها كده ايه، سنة ورا سنة ورا سنة عمال تستفيد. استفدت بقيت تصلي كويس، وهتستفيد انك بتتوب. في خطايا ما بتروحش غير لما بتاخد علقة، موافقين ولا لا؟ في خطايا ما بتروحش غير لما الواحد يتوجع. قديس بطرس قال: من تألم في الجسد كف عن الخطية. ففي أخطاء أحيانا الواحد يبقى مش راضي يتوب، مش عارف يبطلها. وبعدين مرة أم بتقول لي: أنا كنت عمالة أتريق على كل الناس اللي مش عارفين يربوا عيالهم، وبعدين ابني وقع في الإدمان، وشفت معاه الويل 10 سنين، وكنت كل مرة أعيط في الصلاة أقول له: يا رب أنا السبب، أنا اتريقت على ناس كتير، وكنت مستغربة إزاي مش عارفين يربوا عيالهم، أنا بدفع ثمن خطيتي، بس سامحني وسامح. لغاية ما الولد رجع وبقى كويس. لكن هي ربطت ده بده، يعني قدمت توبة حقيقية مع الألم. سنة تالتة في الألم إيمان ورجاء، ده ما يجيش بسرعة. ساعات التجربة في أولها تهز الإيمان، لكن بعد شوية تلاقي الإيمان زاد. زي حكاية المركب، التلاميذ في أول المركب كانوا مهزوزين جدا وخافوا، وبعد شوية بطرس نزل يمشي على البحر. ففي أول التجربة الواحد بيتهز وبيشك وبيتلخبط، وربنا مفوت ده كله. ولما يقدم شوية ويتقل، تجربة تجيب رجاء وتجيب إيمان. سنة رابعة بقى تدي أعلى حاجة، تدي عمق وحكمة. تجربة لما تبقى شديدة تخلي الواحد فهم ربنا صح، قريب من ربنا قوي، عنده حكمة مش عند حد. إذا تلاحظوا أن الوجع مليان فوائد، خلاني أصلي، خلاني أبقى حكيم، خلاني أحس بالناس. الألم كمان شركة. ليه؟ لأنه من غير ما تتعب أنت مش هتحس بالتعبانين. أنتوا عارفين أن 80% في العالم فقراء أكتر منكم كتير، ومنهم 50% تحت خط الفقر. يعني العالم اللي بنتفرج عليه والميديا ده مش العالم الحقيقي. العالم الحقيقي الناس مش لاقية تاكل، الناس مش عارفة تعيش. لكن احنا بنتفرج على العالم في التلفزيون والكمبيوتر، فاكرين هو دي الدنيا، العربيات واخر موديل للايفون، وهي دي الدنيا بتاعتنا. بس الحقيقة العالم مش كده. العالم اغلبه روحوا شوفوه في المستشفيات، وروحوا شوفوه في البلاد الفقيرة، وده العالم. لما الواحد بيتعب او بيتوجع بيبتدي يبقى واقعي، بينزل للعالم، بيشوف الذل، بيحس بالناس. الناس تعبانة قوي، الناس مظلومة كتير. مرة كنت في زيارة للسجن، وفي واحد غني كان مسجون، يعني قال لي: شوف انا طول عمري فاكر نفسي بعرف ربنا، انا هنا في السجن عرفت ربنا. انا كنت عايش في عالم وهمي، انا هنا شفت يعني ايه الدنيا، وهنا اتعلمت اصلي من قلبي، وهنا اتعلمت اشكر. انا جوه السجن بشكر اكتر ما كنت راكب المرسيدس بتاعتي وعندي ناس بتشتغل عندي ما لهمش عدد.
فالألم بيخلي الواحد يحس بالناس، ودي ربنا بيبقى عاوزنا نوصل لها. ربنا يسوع نفسه ابتدى دي، هو تجسد وتألم، مش بنقول عنه تألم وقبر؟ عشان كده القديس أثناسيوس قال أخذ الذي لنا وأعطانا الذي لنا، هو خد التعب بتاعنا عشان يدينا الراحة الأبدية، شال معانا شيلة الدنيا دي، وجع الدنيا ده، عشان يدينا في الآخر النعيم الأبدي. يبقى زي ما المسيح اتصلب عشان يشاركنا الموت، احنا كمان هنشاركه القيامة، فاحنا كمان بنتوجع عشان نشترك في الأبدية. ربنا كمان وقت الضيق مش بيشيل الضيق بس بيبقى حاسس بينا. آية غريبة قوي تتقال على المسيح له المجد، في كل ضيقهم تضايق. مرة بقولها لشاب دمه خفيف كده كان عنده مشكلة، قال لي طب ما بلاش يتضايق، يشيل مني الضيقة عشان ما يضايقش نفسه. قلت له لا، الآية ما بتقولش كده، في كل ضيقهم تضايق، يعني هيسمح لك بالضيقة وهيفضل متضايق معاك لغاية ما الضيقة تتشال. يعني ربنا مش قاعد في التكييف، لا، ربنا حاسس بينا واحنا موجوعين، عشان كده قال بكاء مع الباكين. قدام قبر لعازر كان في منظر صعب حد ينساه، ربنا له المجد يسوع المسيح بيبكي. يا رب تبكي؟ ايه اللي يبكي ربنا؟ انت غلبت الموت، انت مفيش حاجة تقف قصادك، انما بكاء مع الباكين. فاهمين المعنى؟ فالمسيح بيبكي مع اللي بيبكوا، حاسس بيهم، لكن مش كل مرة هيقوم لعازر، انما كل لعازر هيقوم في اليوم الاخير، لكن مع كل بكاء المسيح يبكي. ده معنى عميق جدا، لان اكتر حاجة تريح الواحد وهو تعبان انه يلاقي حد تعبان معاه، يلاقي حد حاسس بيه. لو ما لقيتش في البشر، ربنا هو نفسه حاسس بيك. اخيرا الالم رصيد. الالم ضروري، الالم مدرسة، الالم شركة، كمان الالم نعمة، والالم رصيد. يعني ايه؟ لما سألوا الاباء قالوا المسيح قال اكنزوا في السماء. هو ايه الكنز اللي في السماء؟ الاباء قالوا الصلاة كنز في السماء، الخدمة كنز في السماء، الصوم كنز في السماء، عمل الخير كنز في السماء. عارفين اكبر كنز الاباء اتكلموا عنه ايه؟ التجارب. قالوا اللي عدى على تجربة واحتملها بشكر هو اكتر واحد عمل كنز في السماء. فاهمين المعنى ده؟ عشان كده في لغة الاباء الرهبان يقولوا المريض الشاكر خير من الراهب المتوحد. طب ازاي ده؟ واحد توحد يعني قاعد في الدير، او بعدين طلع خد قلاية في الجبل بمزاجه. اللي بيشكر وهو مريض ممكن يوصل لدرجة اعلى. التجربة بتعمل لك كنز في السماء. خفة ضيقتنا الوقتية the light affliction، الوجع بتاع النهاردة مقارنة بالمجد الابدي، لا لا ده يطلع خفيف قوي، تنشئ لنا اكثر فاكثر ثقل مجد ابدي، more exceeding an eternal weight of glory، يعني مجد تقيل، مش عارف يوصفها بولس فقال كده، مجد تقيل قوي. فيبقى المكسب كبير قوي وانت مش واخد بالك. عشان كده قال اني احسب ان الام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد ان يستعلن فينا. ومن المنطلق ده فكرة انه كل واحد تعبان، التعب بتاعه بيترجم كريدت في السماء، رصيد في السماء، يقول احسبوه كل فرح حينما تقعون في تجارب متنوعة. لما تبقى في تجربة وتجربة جديدة افرح، لان ده قاعد لك في السماء. لو حياتك سهلة انت داخل على السماء مفلس ما حوشتش حاجة، لكن لو حياتك صعبة، لا ده انت محوش كتير في السماء، طالع من هنا برصيد ضخم قوي. يا بخت بقى اللي تعبوا قوي وتعذبوا قوي وتوجعوا قوي، دول رصيدهم كبير قوي في السماء.